تحطها بيمينك حبيت يعني بالظبط، عشان كده الكره ضاعت. طيب معلش يا بلال، خلينا نروح لكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي. كابتن سيد، مبروك التاهل وكتاني للمجموعه، ولكن تاهل مستحق الحقيقه للنادي الاهلي في ظل حملات من التشكيك والتحريض والظروف الصعبه خلال الفتره الاخيره. الحمد لله يسلم حياتي بكل الناس طبعا، يعني من الحاجات الصعبه اللي الواحد مر بيها والاضافه ليها برضه لقاء اللقاء النهارده. الحقيقه حتى انا مش عارف الاجواء المشحونه دي، مشحونه يعني، مش عايز اقول ما فيش سبب واضح ولا اي حاجه. اخر 90 دقيقه 90 دقيقه الحمد لله كنا قدمنا بشكل كويس قوي. انا مستغرب حتى الدقيقه 73 ولا 74 ولا 75 لما حصل الاقتحام ده، كان في يعني اصرار على تكمله المطار، يعني مش عارف برضه لائحه الاتحاد الافريقي بتقول ايه، واحنا من جانبنا كاداره كده نتحرك في الموضوع ده للكاس. في اجواء صعبه جدا، يعني اجواء حتى بغض النظر عن التنميات او الفوز او بنقرأ. طيب رجع لنا معلش يا كابتن كابتن سيد مره اخرى. كابتن سيد، الله يخليك يا كابتن. طيب يعني معنى كلام حضرتك انه من بعد ما تشوف اللائحه من الممكن ان يكون هناك تحرك من النادي الاهلي عشان العشر دقائق اللي تم ايقاف المباراه فيهم. بص، هي اولا يعني خلينا نتكلم بمنتهى الواقعيه في الوقت الحالي، الثمان فرق اللي صاعدين كلهم صاعدين، يعني اي طبعا الترتيب في الوقت الحالي انت عندك الترجي ومازيمبي وعندك صن داونز وعندك الوداد والنجم والزمالك والرجاء والوداد، يعني لما تيجي تختارها هتلاقي في صعوبه شديده جدا بالنسبه لك. مظبوط، فرقه تساعدها. مش هذا الهدف، انا بتكلم مش هذا الهدف، لان انت في الاول والاخر فرقه كبيره ايا كانت الفرقه اللي بتلعبها، المفروض انت بتتكلم على افضل ثمان فرق في القاره، فايا كان الوضع اللي هيجي لك في دور الثمانيه هو اللي كان هيجي لك في دور الاربعه او هو اللي يجي لك في النهائي. لكن انا بتكلم على الاجواء اللي احنا فيها، وكمان الاهم من كل ده نص اللائحه بتاعت الاتحاد الافريقي. احنا بنحط لوائح عشان نمشي عليها، مش عشان بالنسبه لنا تبقى بتعدي. ما الاسماعيلي كان بيلعب الافريقي التونسي في الدقيقه 88 او 87 وتم الغاء اللقاء، النجم الاسماعيلي كان بيلعب الترجي بنفس الاجواء كده وتم الغاء اللقاء. ده واحد. اثنين، لائحه الاتحاد الافريقي معروفه وواضحه جدا، فيها بند بيقول كده اذا اجبر الحكم على تكمله اللقاء لاقتحام الجماهير او مضايقات عدوانيه او سلوك عدواني يتقابل للضيف، بيتم احتساب المباراه 2-0 على طول في وقتها. احنا مستنيين الاتحاد الافريقي هيعمل ايه؟ يعني بالتاكيد في تحرك، يعني كان من خلال الاداره متاكد من الفرقه عندنا ومتاكد من ماتشاتنا اللي جايه هتلعب بقى اي مكان بقى، سواء كان الاتحاد الافريقي هيتم اعتماد النتيجه على حسب لوائحه ونصها ولا هيعدي الامر كده. واحنا جايبين اللائحه على احنا جايبين اللائحه على الشاشه اهو برضو. نعم، بقول لحضرتك احنا جايبين اللائحه على الشاشه برضو علشان وحضرتك بتتكلم يبقى الكلام واضح، يعني لائحه الاتحاد الافريقي. يعني على كره قدم ما بتتكلمش على ضرب نار يعني وموت، يعني مش كده. مش هيحصل ده. انت بتلعب النهارده في سكن عسكريه، مش بتلعب في مباراه. دي مباراه كره قدم. ايوه، اي وقت تلعب مباراه وتخاف يحصل فيها كده. لا، في النهايه انا بتكلم يعني الحمد لله على النتيجه، الحمد لله على روح القتاليه بتاعت اللعيبه فوق الناس بشكل كبير جدا. لكن انت بتتكلم على اجواء يعني بعد ال 10 دقائق اللي تم فيها يعني اقتحام، او السبع دقائق اللي تم فيها اقتحام الملعب ده، يعني قول لي اجواء رياضيه تلعب ازاي؟ يعني واحد مركز بسلامته وخروجه من الملعب حي او بشكل كويس يعني، ولا بيركز في الكوره يعني؟ لكن هتلاعب مين؟ انا مش فارق معايا خالص الحمد لله رب العالمين، يعني هتلاعب المازيمبي، هتلاعب الترجي، هتلاعب صن داونز، هتلاعب اي فرقه، سواء كان الاتحاد الافريقي هيعتمد اللائحه بتاعته وهيطبقها وبيعملها بشكل كويس بشكل ايجابي، وهتلاقي نفسك هتلاعب يا الرجاء يا الزمالك يا اما الوداد، كله محصل بعض في النتائج او كله محصل بعض في القوه. يعني انت هتشوف مباريات قويه جدا، لان التصنيف زي ما قلت الترجي ومازيمبي وعندك صن داونز والاهلي او النجم لو تم اعتماده، وبعد كده في التصنيف اللي بعد كده عندك الوداد والرجاء وكمان الزمالك. فانت الرجاء هايل جدا السنه دي، الوداد فاينل افريقيا السنه اللي فاتت وكسبان البطوله السنه اللي قبل. بالتالي الفرق كلها خلينا نفرح النهارده بادائنا برجولتنا بشخصياتنا في ظل الاجواء اللي قبل اللقاء واثناء اللقاء وبعد اللقاء، كلها اجواء تحمل المسؤوليه وتحمل النديه وتحمل
كمان الاصرار والعزيمه كويس قوي 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 قوي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين ان احنا برضو في ظل الاجواء دي انت متماسك وانت الافضل وانت الاحسن وانت الاخطر وانت من كل حاجه. لكن هنقفل الصفحه بقى وهننتظر القرعه سواء كان الاتحاد الافريقي يعني لبى او حقق اللائحه بتاعته او نفذ اللائحه بتاعته اللي بيحطها، والا هتبقى بنود بتتحط يعني لو ما تمش النهارده، لو ما تمش النهارده يعني ان انت تطبق لائحتك انت بتدي فرصه بتدي مجال لكل الناس تعمل كده في اي حته ومش تقدر تعمل معاهم اي حاجه لان بنص اللوائح انت ما بتشتهاش يعني. والحقيقه يا كابتن سيد الغريب جدا ان الحكم المباراه واحد من افضل يعني لو اتكلمت على ال11 هنا وال11 هنا هنختار حكم المباراه كافضل لاعب في المباراه الحقيقه لانه كان ادى حقك للنادي الاهلي وادى حق نادي الهلال برضه يا كابتن سيد. طبعا طبعا لا تتحسبش كده، ده رائع يعني النهارده كان رائع. طبعا طبعا انا بقول لو اي حكم لو اي حكم غير الراجل ده او اي حكم تاني يعني كان ممكن يتاثر، كان ممكن يتاثر طبعا كتير جدا 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 في القرارات والانفعالات. حتى قرار الالغاء مش بتاعه الحقيقه، قرار الالغاء مش هو الحكم اللي بيستخدم المراقب. قرار الالغاء حصل في كل حته. لازم يا كابتن في شكوى حال للاتحاد الاهلي مش هيبقى فيه اي انت بتدي فرصه لكل الناس انها تعمل نفس الكلام. طيب كابتن سيد معلش برضه طمنا على البعثه، انتوا فين دلوقتي؟ الظروف ماشيه ازاي؟ احنا لسه في الاستاد. لسه في الاستاد، احنا الحمد لله طمن الناس، الحمد لله احنا جوه الاوضه يعني ايا كان الوضع يعني الحمد لله رب العالمين هجوه الاوضه كلنا مع بعض مستنيين الخروج. هنروح الاوتيل ان شاء الرحمن هنتعشى وبعد كده هنركب طيارتنا ونرجع في مصر ان شاء الرحمن. الخطوات الاداريه والخطوات اللي هي مع الكاف هنعملها، لكن خلينا نقفل الصفحه دي بكل ما فيها بقى وهنبص للي جاي، هنبص اللي جاي على المستوى المحلي، هنبص اللي جاي على المستوى الافريقي ايا كان بقى القايمه او ايا كانت القرعه. لكن عندنا مباراه هي كمان مهمه ومؤثره في المشروع بتاعنا في الدوري اللي هي مع بيراميدز يوم الخميس ان شاء الله الرحمن. ايا كان الوضع لازم نقفل الصفحات، هي الشخصيات كده يعني انت نجم كبير عشان بتلعب في اجواء صعبه، عشان بتلعب في ماتشات كبيره، عشان بتحقق نتائج كويسه، عشان كده بتبقى نجم كبير. نجم كبير يعني اجواء كبيره، يعني مباريات كبيره، يعني اصرار، يعني عزيمه، يعني صعود، يعني فوز. هو ده، فده لازم كل اللعيبه تتحلى بيه، ولازم اللعيبه تبقى فاهمه كويس قوي ان النهارده يعني نقطه من مشوار مهم جدا في افريقيا السنه دي بالذات. ايا كان بقى هتلعب المباراه الاولى على ارضك، هتلعب المباراه الثانيه بره ارضك، هتلعب المباراه الاولى بره ارضك، هتلعب الثانيه جوه ارضك، مش فارقه كتير، المهم ان انت بشخصيتك تتحلى بيها وتبقى مصمم عليها ان شاء الله الرحمن باذن الله نمشي في طريقنا يعني. كابتن سيد طمنا على ياسر ابراهيم. ياسر انا واحد من الناس المبسوطه جدا 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 من شخصيه ياسر قبل اداء ياسر او مردود ياسر، يعني طبعا هو واخد يعني فتحه كبيره جدا في اصل احنا شفنا دم ما بس ما عرفناش ايه اللي حصل، يعني شفنا دم بس ما عرفناش ايه اللي حصل. احتكاك طبعا. بص اخد على الحكم حاجه واحده بس يا يعني اخد عليه بس حاجه واحده بس ان الشوط الاول في كميه تكاليف تستوجب الطرد مباشر. تستوجب الطرد مباشر، لكن انت هتطبق قانون ازاي في الاجواء اللي انت فيها ديت؟ هتطبق قانون ازاي؟ ايوه يعني ياسر كويس ما فيهوش اي مشكله وبس متعور في دماغه وخلاص. هو احتكاك من دماغ في دماغ يعني، لكن الحمد لله كويس يعني الحمد لله. طيب طمنا بقى على بقيه الفرقه يا كابتن سيد. الحمد لله كله تمام الحمد لله رب العالمين، زي ما قلت لك احنا موجودين في الاستاد دلوقتي، بعد شويه هنروح الشغل بتاعنا احنا هنبدا نحضر له من دلوقتي زي ما قلت لك، لان انت داخل في الاجواء او المراحل المهمه جدا في السيزون سواء كان محليا او افريقيا. ايوه بتتكلم دلوقتي في اجواء افريقيه اقصى فرق شراسه واقصى فرق قوه، لازم تحضر لها كويس قوي، لازم انت تتعامل على ارضك او تتعامل بره ارضك، يعني اعتقد الامور كلها هتبقى بنفس الشخصيه ونفس الاهميه ونفس التركيز يعني. يعني اولا يعني عايزين نقول لك الف مبروك، وعايزين برضو من خلال ملعب الاهلي نقول لكل الفرقه يعني اشكر لنا كل اللاعبين. طبعا ده واجبهم وده كل حاجه، ولكن في النهايه تحت في ظل هذه الظروف الصعبه وفي ظل حملات التشكيك والتحريض خلال الاربع خمس ايام اللي فاتوا اشكر لنا كل اللاعبين يا كابتن سيد على من جمهور النادي الاهلي كله الحقيقه بيشكرهم. شكرا يا اسلام، وان شاء الله يوصل باذن الله. شكرا جزيلا. توصلوا بالسلامه يا كابتن سيد، شكرا جزيلا الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني بيطمنا على فريق او بعثه النادي الاهلي ما زالت